جلسة اليوم على العموم كانت يعني نقدر نقول خرجات على الاستهداف الشخصي لتوفيق بو عشرين، وحاولوا يعني الدفاع المشتكيات حاولوا ما أمكن يعني يرفعوا في إطار القانون. نعم يعني أعوزتهم الحجة في كثير من من الأمور، ناقشوا العديد من العموميات، ما قدروش يجيبوا وسائل إثبات حقيقية تدين توفيق بو عشرين. الخبرة دا مروا عليها مرور الكرام، يعني ما قدروش يربطوا ما بين الفيديوهات والشخص. فالعموم ولكن كان بنسبة كبيرة كان نوع من الهدوء، كان نوع من الهدوء ما دام أنه ما قاصوش الشخص ديال توفيق بو عشرين. المرافعة الأخيرة يعني نقدر نسميها مرافعات الأجنيدة، لأن الزميل المحترم لم يفرق ما بين الأجندة التي تكلم عليها النقيب بو عشرين والأجندة، فبدأ أن يقول بعض المحامين يعملون لفائدة أجندة معينة، كان يقول يعملون لفائدة أجندة معينة. أنا أسميها مرافعة الأجندة وليس مرافعة الأجندة.